رجعنا من جديد، هنعمل بقى حاجه بالتورتيلا وبرده محشيه اسمها انشيلادا. انشيلادا دي بتبقى زي بقى شبه الكريب في الشكل مش في الطعم، عباره عن رولات وبتبقى محشيه وعليها صوص من بره. المقادير بقى بتاعتنا طبعا خبز تورتيلا، هنبقى محتاجين لحمه معصجه، بصلايه، ثوم، فلفل رومي وفلفل حراق، زعتر، معلقتين دقيق، معلقتين صلصه، مبشور 3 طماطميات، كمون، جبنه تشيدر مبشوره او جبنه موتزاريلا الموجوده عندك، وكوبايتين لبن. هاجي اول حاجه هحط كوبايتين اللبن مع معلقتين الدقيق. هعمل شبه البشاميل بس مش هحمص الدقيق. هحط معاهم زعتر وكمون، برضو الكمون من اساسيات المطبخ المكسيكي اهي. هجيب المضرب السلك عشان ادوبها، لو عايز تاخدها من فوق. هحط الدقيق مع اللبن مع الزعتر والكمون اهي، واروح مقلباهم كويس. هحط لها رشه ملح، خدي بالك الحاجات اللي بيبقى فيها كذا حاجه يعني لحمه وصوص وبشاميل ومعرفش ايه جبن، دي كلها بتبقى في الاخر ملح على بعضها، فلازم الملح يكون قليل، خدي بالك من النقطه دي. يا رحمه ملح. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله بخير، انت عامله ايه؟ كله تمام زي الفل حبيبه قلبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله والله بخير حبيبه قلبي، عينيا ليكي. عايزه اسال على طريقه الدونات. عينيا، حلوه الدونات. تهنئه. ايوه، خطيبي. اتفضلي. احمد سعد السعداوي، كل سنه وهو طيب. وانتي طيبه وهو طيب، ويا رب كده نفرح بيكوا قريب. هنيجي بقى نعمل الصوص الاحمر، بصل، شويه زيت، البصلة والفلفل الرومي، والفلفل الحراق، دول لسه قبل الصوص انا بعمل بيهم الحشوة بتاعت اللحمة المعصجة، مع ان اللحمة المعصجة بيبقى فيها بصل بس انا محتاجة بصل تاني. مجرد يدبلوا هحط اللحمة معاهم، وبرضو هحط زعتر وكمون، اي حشوة عايزة تحطيها ممكن تحطيها في الحشوة دي يا هبة، واشيلها على جنب، دي الحشوه بتاعتي. يا هبه. الو. ايوه ايوه حبيبي، ازاي؟ الحمد لله. وطي التلفزيون يا هبه عشان اسمعك. كده سامعاني؟ اه سامعاكي بس صوت التلفزيون واصلني. وطيته كده. شطوره. عندك كام سنه؟ عندي 25. 25؟ ماشي، اوكي هعدي. عايزه ايه حياتي؟ اقول لك على ايه؟ عايزة اعرف حشوة المكرونة البشاميل. عينيا الاتنين، اوكي حياتي. هنحط التوم نصفره، يبقى انا حطيت فين اهي مضرب الزيت، عملت اللبن في الدقيق، حطيت له زعتر وكمون، وعملت اللحمة المعصجة مع البصل والفلفل الرومي والفلفل الحراق، وادي بصفر البصلايه، احط عليها الطماطم، بصفر سوري الثوم، عليها الطماطم، عليها معلقه الصلصه، عليها برضو كمون وزعتر، وادي ادي ده الصوص اللي انا هحطه، وده الحشوه، دي الحشوه يا ياسر اللي انا هحشي بيها التورتيلا، دي الحشوه اللي هحشيها خلاص. وادي الصلصه هحط عليها رشه ملح، شويه فلفل،
بسيط قوي كده. وهي عشان هي شويه صغيرين هتعقد على طول. وهنا برضو ده عايز لو حسيتي ان هو محتاج دقيق، وما تقوليش اللبن سخن، المضرب السلك كفيل انه يفك اي حاجة. يا استاذة نور شفنا الجملة ايه؟ ازيك يا قمر، ايه الاخبار؟ الو الو، ايوه حبيبة قلبي، الحمد لله، انت عاملة ايه؟ وطي التلفزيون عشان هسمعك كويس. انا اهو، ما سامعيني؟ انت ايه؟ انا بكلمك عشان اشكرك جدا على الاكل الجميل اللي انت بتعمليه. حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا قمر، ربنا يخليكي. جربتيه؟ اه، واحنا انا دايما اخت جوزي ايمان دايما بنقعد كل يوم نتفرج على الاكل بتاعك ونعمل ونطبق بقى. شطوره، انا بحب الست الشاطره اللي بتعمل كل حاجه. المهم نطبق، المهم لما تطبقي بتطلع الحاجه حلوه، ده اهم حاجه. بتطلع جميله والله، يسلم ايديك. تسلم ايديك يا حبيبتي، انت جميله واكلك كله جميل. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. انا عايزه بس اسلم على حماتي، بس اهلها. اه اتفضلي. طبعا طبعا. عايزه اشكر حماتي الجميله واخت جوزي ايمان، بنعمل احلى اكل بجد منهم، وباكل اكل ما شاء الله. ربنا يخليهم لك ويخلي لك حماتك يا رب. انا برضو حماتي بصراحه كانت زي الفل، الله يرحمها، ربنا يخليها لك. الحمل حلوه، الحمل طيبه دي يا جماعه، والله ما بتتعوض صدقوني، بتعرف ازاي تكسب مرات ابنها وبتخليها زي بنتها. اهو كده جهزنا الصوص الابيض، خلاص بقى بصوا كله جاهز عندنا، هنطبق الاكل على بعضها. بصوا ده خلاص، ادي الصوص الابيض بالزعتر والكمون، ادي الصوص الاحمر، ادي الحشوه بتاعتي اللحمه المعصجه مع البصل والفلفل والفلفل الحراق، وادي عيش التورتيلا او التورتيه، وادي البايركس اللي هعمل فيه. الانشيلادا قلنا زي الكريب، يعني ايه زي الكريب؟ يعني انا عايزاكم بس تشوفوا، فعايزه هاجي هحط شويه من الصوص تحت حوالي نصه، مش صوص كتير يعني، مش صلصه كده بس اهي. خلاص ده هحطه في البايركس او الصينيه اللي انا هعمل فيها الايه الانشيلادا بتاعتي. اجيب بقى عيش تورتيه واحط من الحشوه اللي عملتها، اهي اوكي كتيرة، واروح تانياها. بصوا لو حتة مقطوعة كده اخلي الف من ناحية الحتة المقطوعة، ما اخليهاش في الاخر عشان ما تبانش، واروح لفاها رول كده، والحتة الفتحة دي الفتحة يا ياسر الفتحة دي ايوه احطها لتحت، ايه ازنقها كده لتحت اوكي. تاني هنعمل غيرها. احنا فاضلين على وقت الحلقه دي هاجي احشي تاني الفها واضغط علشان ما تفكش، اهي بسم الله، واروح عاملاهم كلهم جنب بعض لغايه الصينيه بتاعتي ما تخلص. اخلص الصينيه كلها، دي زي ما قلنا الاكله اسمها انشيلادا، سواء اتحشت فراخ اتحشت لحمه اهو. اهم حاجه ان انا الفتحه لتحت في اي حتى في المحشي، لو انت بتعملي محشي كرومب ورق عنب الفتحه لتحت دي حاجه اساسيه في اكلك
انك دايما اي حاجة فيها لفة لازم الفتحة تبقى لتحت. عايزة واحدة. ايوه برافو احمد ما شاء الله معايا قريني ربنا يكرمه. بصوا كده هو فاضل حوالي اتنين وهيخلص. يا اروى. ايوه ايوه اروى. ايوه ايوه يا حبيبتي ازيك؟ الحمد لله. عينيا ليكي. عايزاني اقول لك على ايه؟ عايزه اتعلم طريقه الجلاش. يعني جلاش باللحمه ولا بالجبنه ولا جلاش حلو؟ لا. ولا مالح؟ لا حلو بس باللحم. ماشي اوكي. ازاي حلو طعمه حلو؟ من عينيا من عينيا يا حبيبتي. تيجوا ناخد كل اللي اتطلب مننا النهارده ده نعمله الاسبوع الجاي، وصفات الاسبوع الجاي. فكره كل اللي اتطلب النهارده، عشان ما شاء الله النهارده اتطلب حاجات كتير، خلينا نعمل الوصفات دي الاسبوع الجاي كلها. كل اللي اتطلب النهارده نعمله الاسبوع الجاي. اي اخر واحده علشان ايه الناس برضو يشوفوا الحاجه على عينها يعني كده. دول اللي لسه معمولين حالا. اجي بقى شبه الكانيلون شويه بس برضو طعم مختلف. الكانيلوني بيبقى رفيع وبتبقى العجينه بتاعته زي الكريب. دي الاختلافات. عجينه الكانيلوني، عشان ده سؤال حلو الاعداد بيسالهولي، الكانيلوني بيبقى عامل زي عجينه الكريب طريه، لكن دي عجينه لا مختلفه خالص، عشان كده انا لازم ببلها. يعني الكانيلوني بيبقى طري. بصوا لازم الصوص يجي عليها من فوق ومن تحت، مش صوص كتير لكن تتبل بيه. اهي كده ببلها كلها. وبعدين بعمل ايه؟ بجيب كبشه واخد الصوص الابيض اللي انا عملته. الصوص الابيض شايفين الزعتر باين فيه ازاي، والكمون، ويا عيني بقى لو كان كمان الكمون كان حب هيبقى تحفه. اهو ايه دي الصوص، ما بغطيش كامل الحاجه علشان يبقى شكلها حلو. دايما خدوا بالكم يعني يبقى الشكل حلو. انا عايزه كده اهي عشان تبان، ما تبانش انها صينيه مكرونه، عايزه ابينها انها انشيلاده وان هي لفايف اهو كده. واخر حاجه بقى احطها عليها، انا عايزه اعمل كده عشان الاحمر يبان اهو. شايفين الشيدر؟ جبنه شيدر. في ناس بتحط الشيدر جوه مع اللحمه بس انا بحبها على الوش اكتر، بس دي حاجه ترجع لك. ممكن تحطيها جوه يعني في العيش نفسه وانت بتلفيه تحطي مع اللحمه جبنه بس، وتخش الفرن. ما فيش نص ساعه تسيح الجبنه بقى، الفرن بتخش من تحت تسيح الجبنه كويس وتغلي وبطلعها علشان ما تتحرقش. دي ما فيهاش صوص يعني، دي مش مكرونه بشاميل هيبقى فيها صوص بقى ان اقعد اغليها في الفرن، لا ده انا هحطها هي النص ساعه بالكتير، نص ساعه يمكن ربع ساعه تسيح الجبنه وتغلي وبالهنا والشفا. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.